لي شرش بقى. واقف عندك هويتك لو سمحت. خير؟ شوفي عمل لك هويتك لو سمحت. ليش مين انتو؟ احنا جمعية مكافحة شلل الاطفال. ايه مين بدنا نكون يعني؟ امن؟ ليش طاير شي؟ هي اول مرة بيحطوا حاجز هون. تعليمات جديدة، يا اعطيني الهوية يا اما شرف معي الفرع بالعلاك. اي لحظة. إلا تصبر على الرزق شوي، وخبرها إنه أهل حارته عم يعملوا لمة مشان يلموا له مبلغ لأهله، فخليه ملحوش جوا ما راح يطيق. الله ماشي حبيبنا. جاوب ولاك مثل ما بدك. اضحك بالاول، اضحك احسن ما عبي سنانك دمها. ايوه ايه كان ايه وريني صفر النور. بشرفك واحد نكته، واحد عم يضحك على حاله واخر ساعته. بس شي نظيف ها؟ والله يا معلمي قطعتك في الأمور. ايه ها؟ موبايلك كيف مرتب وغير بقى الأفنتاج والجحش مثلك. افتحني يا زبطي. يسلم. هلا بدنا نحكي مع البابي نشوف قديش سائل عنك ويحبك. هاي بابي كيفك؟ مين انت؟ انا اللي داعس على راس ابنك المحروس. اسمع مالك بالطويل خوضها الاطول. بتحضر 10 ملايين اذا حابب ترجع تشوفه مرة تانية، ها؟ وإلا بعرضي برجع لك يا مقطع وموصل مو معروف راسه مشو اسمه. ها لك شو عم تحكي انت؟ نائل صار له شيء؟ لا لهلا لساته صاغ سليم. ليكو مثل الجحش قدامي. عوي ولاد عوي لشوف. بابا بابا طلعني هون شغله. بابا بابا دمعت عيني. هي سمعت صوته. شوف ولاد بتحضر 10 ملايين وانا بعرف انه هدول من طرف جيبتك. ها إذا بتعمل حالك أبو العريف، إيه بعرضي؟ بعرضي لدوب لك يا بالأسيد، ها؟ انتظر الأوامر مني. قاعد من الصبح عم بستناك وتصفن بالحيطان. إيه شو ساوي لك؟ الصيد تأخر شوي لحتى صار بالقفاص. شرف، ما كان عروس الله وكيلك. لك شو عم تعطيني؟ فوت خرطشة جوا بلا جدبة خلينا نمشي. خدنا بحنانك معتصم بيه، حبيبنا أنت، شو أخرناك على السهرة شوي؟ لك يا أخي كمان هاد رزق. بحياتي ما شفت واحد عباد كيف وسهر مثلك. ولك بدنا نعيش هالايام. صفيان الواحد بيطلع من بيته ما بيعرف حاله راجع ولا مو راجع. خرطشها خلينا نمشي. حاضر معتصم بيك.
تشرف. تفضل. ايه لا عن عمري شو بده؟ الشهادة لله عندك صور بتوقف القلب. لا مجلات الشبكة أيام لا. مين هاي سيد راسي؟ شوفوا لك. احكي أحسن ما أتسلى فيك طول الليل. ها أختي أختي هي ضبرني اللي خلق أمك. أنا شو اسمها؟ روعة. احكي ولا روعة روعة روعة. روعة 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 لففات. يا زلمة لو عرفت انه اختك هيك ما كنا زعلنا. احكي. ما صار شيء يا سيدي. مو بدك ترجع على البيت هيك معزز مكرم؟ ها؟ مو؟ مو؟ ما بدي العشرة مليون. فيضى سرمايتك وسخ الدنيا المصاري. انت بس خلي الانسة روعة هيك تيجي تاخدك ووصيها تلبس لي هذا الفستان لانه روح قلبي البنت. اعزوا علي يا دخل روعة. اعزوا علي. اعزوا علي. هاني لك يا شخص يا هاني. اماني موار معلم. روح جيب لي ابرك مازوت ولابهيم. خلينا نستخو ابريت هواء ارخص وانضم. ولك ابهيم امرك معلم. صحيح مازوت ذهب الايام بس ما بيغلى عليك. ها هلا هيك ابرك مازوت بايدك بتدعي لي طول عمرك. بوس ايدك بوس ايدك. لا والله ما كان قصدي. الله وكيلك ما قصدي. بوس ايدك بوس ايدك. انا شو شكلك بتعرف ابرك المازوت شو بتساوي؟ ما بيقولوا الموت. انا جاهز اللي بتمر علي اللي بتمر علي. انا جاهز والله ما كان قصدي. ناسي انا ناسي. زين بحسابك هالمره كرمال الانسه روعه. ها حتى تعرف غلاوتك عندي. فوز ولاد فوز. كمان بوس. كمان كمان واحد. ايوه عصومي عصومي. لك اهلي مسكوا انو الوحش. ما تقلي ما كينا شي ناهي. أشرقت الأنوار أبو زيك. شو بنا عصومة؟ اللي بيسمعك بيقولوا لك سنة مو شايفني. لسا امبارح عشرتك البصاري ولهلا ما صرفته. حقك عمي حقك. شرفوني اشرب شاي. قبل الشاي شلون شفت لي هالماكينة؟ فخامة. لا تقول لي ناولني نروح ونزور. لك اروع علينا لحتى نفحصها للعروس. حبيبه بايعك من هون لبردة بلا معاينة بلا بطيخ. ناولني نرعبوه. رواق أبو زيك. فوت بنشرب شاي ومنخرطش البازار بمعيتك. شرف. هات شاي يا حمودة. صب لي ولا روح اضوي. يلا شو بيرو؟ والله ما كان نظيفة يا معلم. عروس بعرضي. عشت. شو بدك نعمل فيها معلم؟ هاي بدنا نفرطها. قطعها كل مالهم بطلوع. أكل. وهي شو؟ نفرطها كمان ولا؟ هاي بدنا خرطشة على حلب. هدول هنيك ماشيين خير الله مدني عسكري. أمرك معلم. شد لي الهمة بيروب معيتك. ماشي ماشي ولا يهمك. شو يا قطة؟ جاهزة لموسم شباب؟ هاكلك. يا شرفك ولابين لبعض. ما
بتعرف إذا السيد الوالد ما دفع المصاري شو بدي أعمل فيك؟ بدي أبعتك لعند هموم، ويا ويلي على هموم. لك إذا أنا بذات نفسي بخاف روح لعندها، بس بيني وبينك ما كتير حبيتك، هيك ما كتير خرطت مشطي، بس حابب أبعتك لعندها كم يوم خليها تتصبب عليك. بس قبل بدي أشوف الوارد المفدى إذا أمن المصاري ولا لا. ألو، أمنت المصاري؟ إيه أخي، المصاري جاهزين، 10 ملايين ليرة مثل ما بدك. عم تمزح؟ لا تقولها. ولك رح تجيني الجلطة من الفرحة. اسمع شو بدي لك، لا تساوي اللي بدي لك عليه بالحرف، وإلا والله العظيم، والله العظيم لأبعت لك يا كيس هاي الوصفة. إن شاء الله ما بصير غلط، إن شاء الله، بس أكيد بيرجع اليوم، مو هيك؟ أي ماني عشقان ولا حتى خليه عندي. أنت جيب المصاري وساعة زمن بيكون عندك هيك مثل السعدان عم ينطوط. أساسا هو بيشبه السعدان، بس هيك عندي سؤال شخصي. في مجال بعد إذنك طبعا، يعني هيك الأنسة روعة هي اللي تجيب لي المصاري. طيب ها؟